من المدرس كان رقمي رقم أبتكر يعني، كان رقمي رقم 5. فقال كل طالب يقول برقمه، فقلت رقمي 5. فقام ضربني ظهر مبرح. قال لي اسمع يا صمان، صاروا يلقبوني في المدرسة بصمان. طبعا كان المفروض هذه، لكن بالعكس أعطتني دافع قوي جدا. اسمع يا صمان، الوالد رحمه الله كان إمام في تبوك في المدفعية 105، كان ما شاء الله حافظ القرآن، وكان يحمل درجة المعهد العالي التعليم العالي، واستشعر بأهمية التعليم، ويعرف أن في المنطقة الجنوبية لا يوجد فيها مدارس ولا يوجد في محافظة النماص، وكنا مقيمين في مركز بني عمرو في قرية المحفوظ. فقرر أنه ننتقل إلى منطقة تبوك، وجينا في تبوك في بداية 1964. وخلال تلك الفترة قبل التعليم كان الوالد حريص على تعليم اللغة العربية والتجويد قبل بداية الدراسة أبدا. فكان عمري لم يصل السادسة حقيقة، كنت 5 سنوات ونص ولم أتم قبولي في المدرسة، وكنت خارج المدرسة من خلال النافذة من برا كمستمع، وكنت أجاوب وكان سمعي جيد ما عندي أي إعاقة إلى تاريخه تمام، وكنت أجاوب على أسئلة المدرس من خارج الفصل. فالمدرس كان شوفني أجاوب بشكل مستمر، فأخذني إلى مدير المدرسة، كان هذا الطالب وضعه ممتاز لما يقبل، فقبلوني في المدرسة ودخلت الصف الأول الابتدائي، وكملت حتى وصلت الصف الرابع الابتدائي. عندما وصلت الصف الرابع الابتدائي، المنطقة تبوك معروف أنها منطقة باردة جدا في حدود الشمالية، المنطقة دي جان ولا في أي عناية صحية ولا في أي مراكز طبية ولا شيء. إيش اللي صار؟ أصبت بحمى شوكية. الحمى الشوكية كانت قاسية وكانت عنيفة، فأفقدتني 80% من السمع وتقريبا 50% من عدم القدرة على الكلام باللتاغية، يعني كانت لساني ثقيلة جدا حقيقة. طبعا خلال تلك الفترة الوالد انتقل إلى جيزان، وجلتنا أنا والوالدة والأخوان، ما أنا كان في أي مستشفيات ولا في أي شيء ولا في، فما في أي عناية طبية، فكان نستخدم اللي هو اللي طريقة البدائية، يا الأعشاب الطبية أو اللي يسمونها الوقت الحالي الطب البديل. استمرت المعاناة في الصف الرابع الابتدائي حقيقة، هنا المعاناة بدأت، لأن المدرس خلال تلك الفترة ما في أي طالب عنده أي معاناة، ما في أي طالب يعرفون في إعاقة، ما في أبدا، ما حد يشتكي. أنا كان المدرس كان رقمي رقم أبتكر يعني، كان رقمي رقم 5. فقال كل طالب يقول برقمه، فقلت رقمي 5. فقام ضربني ظهر مبرح. فصرت أنا أحب الدراسة وأحب العلم، والوالدي انتقل جيدان لفترة ثم يرجع، ولا قدرت أقول للوالدة أي شيء في الموضوع ده، لأنه لو قلت أخذوني جلسوني في البيت وأنا أبغى أدرس سكت. وكنت يعني بشكل تقريبا ما أدري، لكن يعني ضرب قوي جدا، يقول لازم تنطق الكلمة كما هي، حرف السين لازم تقوله، كل ما جاء يدخل الفصل، أنا ما أدري أنا أعرف اسمه لكن باقي أذكر اسمه ترى، لكن قلت 5. وصرت الخوف من جهة والرغبة في التعليم باستمرار من جهة ثانية، سبحان الله أدت في الصف الخامس والصف السادس إلى أن تعدلت اللسان، ولكن الأذن ما تعدلت. استمرينا بهذا حقيقة إلى أن وصلنا الصف السادس، انتقل عمل الوالد من جيزان إلى خميس مشيط، فجينا على خميس مشيط. عندما وصلنا مدينة خميس مشيط وصلنا تقريبا متأخرين أسبوع. أنا طبعا من الحمد لله من أول ابتدائي الأول في الفصل، ولكن يعاني من الضرب المبرح حقيقة.